الجدولة، ده نوع النهاردة من طرح حصص من حصص الدولة للقطاع الخاص، سواء القطاع الخاص ده محلي أو أجنبي. إحنا عندنا محفظة التعاون مع مجموعة من الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، بيتم من خلالها طرح مجموعة من الاستثمارات، إذا في قطاع خاص محلي تقدم بيحصل عليها، في قطاع خاص أجنبي تقدم بيحصل عليها، زي ما تم مع ADQ. بعض الاتفاقيات أيضا بتكون في إطار ما يطلق عليه الكول باك أوبشن، يعني أنا من حقي أن أنا في خلال سنة أو اثنين وفقا للاتفاق أن أنا أرجع بعض هذه الحصص، ولكن ده بيكون في إطار رؤية الدولة لما هي الحصص ووفقا لوثيقة الملكية اللي الدولة طرحها، ما هي القطاعات اللي هي بتتخارج منها وما هي القطاعات اللي بتستمر فيها، اللي طبعا هتطرح للحوار الخبراء اللي هيعلنوا بإذن الله دولة الرئيس بكرة إن شاء الله، وبتشرفونا كلكم بقى في اللقاء ده صباحا. عندنا اتفاقية إطارية مع مؤسسة تمويل التجارة، دي بتقوم على تسهيل تقديم تسهيلات ائتمانية لجهتين، للسلع التموينية وهيئة العامة للبترول، من خلالها بيتم توريد مجموعة من السلع الغذائية اللي بتطلبها الهيئة السلع التموينية أو الهيئة العامة للبترول لهم. الاتفاقية كانت قيمتها 3 مليار دولار، النهاردة ارتفعت إلى 6 مليار دولار، ودي من ضمن الاتفاقيات اللي حضرتك هتشهد توقيعها بكرة إن شاء الله. لا، هي بتعمل توريد، يعني هي بتدي تسهيل ائتماني ومن خلاله اللي مصر بتطلبه بيتم توريده كسلع تمويل، فعندنا هذا الحيز من التمويلات اللي من خلالها بيقدر ان احنا نحصل على وارداتنا من القمح او وارداتنا من المواد البترولية. ده مظبوط، وزارة قطاع الأعمال بتقوم بهذا النوع من الهيكلة، ضم مجموعة من الفنادق تحت كيان، تحت SPV Special Purpose Vehicle، وبيهتم من خلال ده إن هو يتم طرح ده للإدارة أو نسبة منه للشراكة مع القطاع الخاص، وده هيتم الصندوق هيقوم بالترويج لمثل هذه الكيانات.